مسألة التهديدات الإقليمية على أقليم كردستان وعلى العراق، هذا الشيء يعني تعودنا عليه للأسف، ويزداد سوءا ويزداد قوة يعني استقواء عاما بعد عام. فيما يخص مسألة التهديدات الإيرانية، طبعا اليوم السيد فؤاد حسين وزير الخارجية صرح في طهران بأن المجاميع المسلحة، وهي أي يعني أصلا ليست مسلحة بالمعنى الذي تفسره إيران، لأن عدد الأسلحة لم يتجاوز لدى كل حزب 200 قطعة خفيفة ومتوسطة، لا يعني تقوى حتى على التقدم كيلومترات، هي لمجرد الدفاع الشخصي عن النفس، تم سحبها من عندها وتم إبعادهم من المناطق الحدودية، وهناك بعض الأنباء قيلت بأنهم سوف يبعدون إلى مناطق من الممكن أن تكون قريبة من حرير أو ما شابه، يعني هذه الأخبار غير مؤكدة، يقال بأن مؤسسة البارزان الخيرية سوف توفر لهم الكرفانات أو المناطق أو الخيم المؤقتة لإعادة توطينهم مرة أخرى في هذا الموضوع. إذن هذه الحجة الإيرانية مبطلة بكل صراحة، لأن هذا الموضوع لا يمت للواقع بصلة، منذ أكثر من 20 سنة لم تكن هناك أي هجمة من داخل الأقليم لداخل الأراضي الإيرانية، هم يريدون إعادة سيناريو مخيم أشرف مرة أخرى في إقليم كردستان، لأنهم يساوون بين ما فعلته مجاهدي خلق وما تفعله هذه الأحزاب، وهو لا يمت للواقع بصلة بكل صراحة. أما فيما يخص الملف التركي، اليوم الجانب التركي يطالب الحكومة الاتحادية بتعويضات منذ تسعينيات القرن الماضي، وسيطالبها أيضا مستقبلا فيما يتعلق بتعويضات منذ عام 1971-72 في فترة التأميم. إذن هذه المسألة بكل صراحة هي بالقياس بالمقياس التركي أو بمقياس السياسة التركية رد فعل أو رد اعتبار للخسائر التي واجهتها تركيا من خلال إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان، وهذه بكل صراحة تؤثر على الحكومة الاتحادية وعلى حكومة إقليم كردستان، وبالتأكيد يعني بالمحصلة أستاذ محمد تؤثر على نحن تركيا لماذا أيضا. دائما